بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مريم حفيان، عضوة المكتب التنفيذي لمنظمة فتيات مبيعات. برنامج قضيتي هو برنامج وطني وعبارة عن مسابقة جهوية كتمكن الفتيات من تقنيات الترافع حول القضايا اللي تتهمهم، وأيضا لخلق نقاش عمومي حول القضايا ديالهم، وأيضا لتكوين جيل من الفتيات القياديات القادرات على الدفاع على القضايا ديالهم بكل جرأة. اليوم حنايا في المحطة الرابعة اللي كنا دزنا من ثلاثة المحطات اللي كانت تنظم الافتتاح ديال برنامج قضيتي، كانت تنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مدينة الدار البيضاء، من بعد كانت مدينة سيدي قاسم، ومن بعد مدينة مكناس، ومازال غادي تنظموا ثلاثة دورات مازال جايين في كل من مدينة بني ملال، مدينة أكادير، ومدينة العيون، وغيكون الاختتام ديالو في مدينة الرباط اللي غادي تتوج من جميع هاد المدن اللي كنا دزنا منهم، توجات وحدة اللي غيكونوا في الاختتام، غيكونوا عبارة عن بلاطو حواري اللي غيكونوا فيه مواضيع اللي تتهمهم على قضايا اللي كتهمهم اللي غادي ترافعوا عليها. غيكون إن شاء الله في البداية ديال شهر خمسة في مدينة الرباط. وبرنامج قضيتي هو كيكون على كيتختاروا أربعة المواضيع اللي كيكونوا فيها المتسابقات، كتكون عندهم دقيقة ونص كل واحدة. الموضوع الأول كيكون هو موضوع عند جميع الأخوات اللي موضوع موحد، من بعد كيندوزوا للدور الثاني كيكونوا أربعة المواضيع كيتأهلوا منهم أربعة الفتيات اللي كيكونوا مواضيع كيتختاروا بالقرعة، لجنة التحكيم هي اللي كدير هذيك القرعة. كل وحده كيجي فيها شي موضوع كترافع عليه، من بعد كتوج لينا وحده اللي هي غادي تشارك مع جميع الفتيات اللي تاهلوا من جميع الجهات اللي مرينا بهم في الاختتام ان شاء الله اللي غادي تنظم في مدينه الرباط. قضيتي ماشي قضية منظمة فتيات مبيعات، قضيتي هي قضية كل الفتيات المغربيات، قضيتي هي قضية الأستاذات المتعاقدات اللي كيتعرفوا العنف، قضيتي هي قضية الفتيات اللي كيتعرضوا للتحرش الجنسي واللفظي، قضيتي هي قضية الفتيات القروية اللي تتعرض للتهميش في الوسط القروي، قضيتي هي قضية الفتيات الجبلية، قضيتي هي قضية المجتمع، هي قضية الحكومة، هي قضية المجالس الجهوية والمجالس الجماعية، قضيتي اليوم هي قضية الأسرة وقضية جميع الفتيات المغربيات في جميع جهات المملكة. وفي الختام لا يفوتني أنني نشكر جميع الفتيات اللي استضافونا في الجهات اللي دازت منهم مسابقة قضيتي. بغيت نشكر أخواتي في المكتب التنفيذي وعلى رأسهم الأخت إنصاف الشراط رئيسة المنظمة اللي كيظهروا على الإعداد لبرنامج قضيتي. بغيت نشكر جريدة دنيا نيوز اللي دائما كتتبع الشأن المحلي وكتتبع قضية الفتاة المغربية وكتتبع أنشطة ديال منظمة فتيات مبيعات. بعد مشاهدتكم للفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا زناتا نيوز والضغط على زر الجرس للتوصل بجديدنا.